غالي يا هلا ويا مرحبا بكم معانا في برنامجكم عيال. هذا البرنامج اللي من خلاله نسلط الأضواء على زمن جميل، زمن أبهاتنا وأجدادنا، زمن الناس الطيبين. حياكم معانا، شوفوا ايش بنقدم لكم اليوم. عيالي الحلوين يا هلا ويا مرحبا بكم معانا في حلقه جديده من برنامجكم عيالنا. عيالنا قعدوا عند التلفزيون الحين، خلكم معانا دائما، سمعوا الكلام اللي بنتكلم فيه عن ايام الاول، ايام الطيبين. خذوا المعلومه هذه، احتفظوا فيها، لان هذه ديرتكم، هذول اجداركم، بهاتكم اللي عاشوا في هذا الوطن العزيز. سووا اشياء حلوه، قالوا لنا اشياء حلوه، وجهونا وارشدونا، واحنا دائما نتعلم منهم. ابيكم كلكم تتعلمون من هالحلقات هاي الطيبه عشان تستفيدون. اليوم نتكلم عن شيء مهم. على ايام الاول ما في كهرباء، واذا ما في كهرباء معناها ما في ليتات، ما في تلفزيون، ما بقول لك، حاب اقول لك شلون في ليتات، ما في ليتات، ما في ثلاجات، ما في مكيفات، ما في اشياء وايد المختصه بالكهرباء. في بس بانكه. في ولا في بانكه بعد ما في كهرباء، اي بانكه بعد الله يهداك يبا، ما في بعد بانكه. زين، خلى هذه كلها. احنا الحين لنبون، والله امنا راحوا البراده، والله راحوا يبون سمك، والله يبون لحم، يبونه يحطونه في وين؟ ثلاجه. وين في الثلاجه بالضبط؟ في الفريزر، مكان اللي فيه ثلج عشان يتم مده طويله. الاول لين صاروا سمك وصار عندهم سمك وايد، شو يسوون فيه؟ يعني يا اما ياكلونه طبعا بيشبعون، شو يسوون فيه؟ يا اما يطبخونه، وطبخوه وكلوا وايد سمك، شو يسوون فيه؟ يحطونه في مالح. يحطونه في مالح؟ نعم. ها؟ يلوتونه ويحطونه حق باكر. يلوتونه بيخيس. هاي با يحطون ملح عشان ما يخسر. عفي عليك، صفقوا لهم. حطوا ملح، سمونه مالح. نبتدي، هذه السمك هاي مالح، لكن هم ايش يسوون؟ يا ابو السمك وايد عندهم، نخلوه بيخيس وحرام يقطونه. يعني ايش يسوون؟ يقومون يشلخون السمكه شلختين، يعني يشلخونه كامله صفقتين، عدل؟ هاي صفقتين. يقومون يحطون فيها الملح، ملح، الملح اللي هو ناعم. هم ما عندهم ملح ناعم وايد، عندهم ملح هذه مثل الحصى، يكسرونه وينعمونه ويحطونه، ويقومون يعلقونه في الحبل. سمك وايد هلون يعلقونهم، سمك كبير، سمك صغير، صافي، شعري، شنعده، هامور، ما فيه، يملحونه ويعلقونه، يعلقونه في الشمس لين ينشف الماء منه، وتضربه الشمس يتم تقريبا يمكن 10 أيام أو أكثر، لين يبس، لين يبس، شالوه وحطوه في مكان، وحطوه ولفوه في مكان، ولين يبونه يشلونه، يغسلون منه الملح ويطبخونه، يسمونه سمك مالح. عرفتوا؟ شلون يسوونه الحين؟ شلون يسوونه؟ يشلخونه، يحطون عليه الملح، يحطونه في الشمس مدة طويلة لين يبس، وبعدين ياكلونه سمك مالح. المالح خاصة يستعملونه أيام الغوص وهو في البحر. يصيدون سمك بعد هناك. مو معقول كل السمك اللي صادوه بياكلونه في نفس اليوم، يبون يخلونه مثلا حق كذا يوم. فعد نفس الشيء، نفس الطريقة، يشلخونه، يحطون في ملح، يعلقونه في حبال كذي لين يبس ويحتفظون به. أحسن أكلة عند الغواويص المحمر والمالح. شنو المحمر؟ المحمر اللي هو العيش اللي يحطون فيه مثلا دبس، والله شكر، والله ذي، ها، ويصير حمر ويصير حلو مع المالح، وايد لذيذ.
واحنا كنا ننتظر الغواصين لما يجون من الغوص نروح لهم بجلبوتهم ونجيهم نتقدم معاهم عيش محمر ومالح. مو بس السمك اللي ملحونه، حتى الربيان. هاي ربيان، هاي ربيان بعد يابس مجفف، شو يسوون فيه؟ يفحونه في ماي حار للطبخ وعقب يجففونه برا، وبعدين يقومون يصير عادي بس يحطون في ملح شوي بس. هذه الملح زال بقى الربيان. زين اللحم شلون يحتفظون فيه؟ ما عندهم ثلاجات، وكله السبب ما عندهم مكان بارد وايد مثل الفريزر عشان يحتفظون فيه بالسمك او اللحم. ياخذون اللحم يشققونه يسوونه شرايح رجيجه رجيجه رجيجه، ويملحونه ويحطون بعد معاه ساعة بهارات وغيره، وبعد يجففونه يتم في الشمس 10 أيام. ليش يحطون فيه الملح؟ الملح لأنه يمتص الماي ويقتل البكتيريا الموجود في اللحم. هاي يتم 10 أيام بعد وعقب يأخذونه ويستعملونه مرة ثانية. نرجع حق الفواكه. في أحيانا نقول فواكه مجففة، يعني شلون فواكه مجففة؟ يعني الفواكه العادية مثلا، هذه نقول كانت رطبة وتمرة أو رطبة وفحوها وغيرها، صارت الحين سلوقة. شو تذكركم بسلوقة؟ طقك سلوقة ها؟ سلوقة سلوقة، هاي سلوقة يابسة. أو هذه مثلا شنو؟ تين، بس يابس مو التين اللي يبونه الطازج، هاي معناها مجففينه. في مشمش بعد مجفف، في اشياء وايد مجففه، حتى في فواكه مجففه كثيره. انا شريت عنب مجفف، هذه بعد شريت ما عجبني. ما عجبك؟ ناس يعجبهم، واللي في 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 اماكن ما عندهم فواكه ياخذون هاي الفواكه ياكلون في الاوقات لان ما عندهم فواكه طازجه فياكلون هذه. ف نعمة الله سبحانه وتعالى لأنعمها علينا نعمة الكهرباء. الكهرباء احنا نقول أول مساكين يعني، وماشي حالتهم أول وماشيين عادي لأن الحياة عندهم طبيعية كذي عندهم. احنا حين لو تطفي عندنا الكهرباء شو يصير عندنا؟ أوهو حار، ما في أسي، ما في بنكة، بيخيس الأكل في الثلاجة، وما ما في تلفزيون، ما في كمبيوتر، ما في وما في وما في. إذا الكهرباء نعمة من نعم الله علينا سبحانه وتعالى، دائما نقول الحمد لله، نشكر الله على هالنعمة اللي أعطانا إياها. لكن مع ذلك عاشوا أجدادنا في وقت ما في كهرباء، لا ليتات لا شيء أبدا، ومع ذلك عاشوا حياتهم طبيعية. الحين عندي قصة، جاهزين؟ قصة حطوا بالكم زين. كان في بلد وكانوا يختارون الحاكم لمدة 5 سنوات، عقب ما يحكمهم 5 سنوات يودونه في جزيرة. الجزيرة هذه بعيدة وفيها كلها وحوش. طبعا لما يروح الجزيرة يأكلون الوحوش، وراح نمك، راح ملح. ها من يرشح نفسه يكون حاكم الجزيرة؟ كلن يخاف. واحد يقول والله أنا برشح نفسي 5 سنوات وبستانس وباكل وباشرب وفلوس وبتنقنق، وعقب خلي يودوني هالجزيرة هذه. في واحد طلع ذكي قال أنا برشح نفسي بس الجزيرة هذه ايش فيها؟ قالوا فيه وحوش. انا عندي خطه، وراح قال لهم انا برشح نفسي اكون حاكم لكم لمده 5 سنوات. قال ها 5 سنوات وعقب ننفيك في ذيك الجزيره حق الوحوش. قال انا قابل. قابل؟ قال اي نعم قابل. عنده خطه في راسه. عينوه، تعالوا يلا يا جماعة رشحوا هذا يكون حاكمنا، تفضل. هذا إنسان قلبه طيب يحب الناس،
حبب الناس فيه وحب الناس، صار يعطيهم ويبني لهم وكل شيء. بعدين الناس حبوه لأن حبهم. الحين فكر في شيء ثاني، فكر في الجزيرة. هذه الجزيرة فيه وحوش؟ اللي يقولوا الوزراء نعم فيه وحوش، أسود، نمور، ثعالب، حيوانات مفترسة تدش يقطونك هناك يأكلونك عم 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 ما يخلون منك شيء. قال الزين ليش ما نقضي على هالوحوش المتوحشة هذه؟ شلون نقضي عليه؟ قال يلا. وسوى فريق كله صيادين مهرة، قال لهم يلا نروح الغابة ومن بعيد نفترس الحيوانات المفترسة. باه تكاح 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 تكاح، ودبح في الحيوانات المتوحشة كلها لمدة شهر واحد، قضى عليهم كلهم. قال لهم الحين ودوني خلوا أشوف الجزيرة. للحين هو حاكم توه سنة سنتين وراح الجزيرة. قال لك والله جزيرة وايد حلوة، فيه فواكه، خلي نزرع فيها أحسن. وصاروا يزرعون فيها، خلي نعمل فيه برك سباحة، نعمل برك سباحة، خلي نعمل فيه أنهار تجري، نعمل فيه أنهار، خلي نعمل فيه بيوت حلوة، نعمل فيه بيوت حلوة. وسواها جزيرة من أحسن ما يمكن. يا الله سنتين ثلاث أربع يعدل مني في حق الناس ويعطيهم ويبني معهم بلدهم وكل شيء، لكن سوى الجزيرة ذيك حلوة. خلصت الخمس سنوات، قال يلا يلا. قال وين؟ قال جزيرة. قال حي الله الجزيرة، ما خاف، لأن دول جزيرة هناك مستانس، لا في وحوش ولا في شيء، أنهار تجري، خضروات، فواكه، أناس، جو حلو، أشجار، ورود، يا سلام، وعاش فيه. سوى هني وسوى هناك، ايش معناها؟ من يقول لي مغزى هالقصة هذه شنو هي؟ نعم يعني الله عطانا مخ. نعم. وهم ما فكروا، المخ عطانا الله حق نفكر فيه، بس هاي الشاطر راح وفكر، بعدين راح وبنى وقتل الحيوانات، سواها كأنها جنة. كأنها جنة. جنة. ها اني حق بنت نحين، تفضلي. هو فكر انه ينقذ حياة الناس، لان لو صار كل كذي راح الناس. ابيكم تفكرون في شيء مهم، كلام ولدنا اللي قال سواها جنة. تفضلي. يعني كانت ذيك الجزيرة كانت كلها فيها وحوش يقتلون الناس، فهي كانت كعبارة نار. يا الملك ونقذ أهل القرية عشان ما يموتون من الجزيرة، فسوى هاي الجزيرة المتوحشة سواها كأنها جنة، أن سوى فيها أنهار وبيوت وزراعة. أنتوا قريبين من المعنى بس مو قادرين تشوفون. آخر محاولة لك، تفضل. يعني مأوى آمن، مكان ما في وحوش وفي كل شيء تبونه. شوفوا الحين احنا بنقرب الموضوع أكثر. هذه يبين أن هذه الدنيا، يعني اللي عايش معاهم هذه الدنيا، أسوي في الدنيا وازرة وأحب الناس ويحبوني وأعمل لهم الخير وغيره، وفي نفس الوقت أنا أسوي هالأشياء هذه علشان الآخرة. إيه؟ الآخرة اللي هي الجنة. أقوم أنا أعمالي الطيبة هذه خلتني أروح هناك اللي هي الجنة. هذه إحنا نعمل في دنيانا في الدنيا عشان في الأخير نروح إلى الجنة. هذه هي الحياة اللي إحنا عايشين فيها. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يعني الدنيا هذه هي دار للعمل، نجتهد ونجد ونعبد الله ونسوي الخير عشان في الأخير الله يودينا يا الجنة يا في النار. إذا عملنا خير ودانا الجنة، وإذا عملنا شر ودانا النار. فعيالي أتمنى لكم كلكم ولجميع المسلمين إن شاء الله كلنا نروح الجنة، لكن ما بنروح الجنة بالتمني وبالكلام، بنروح الجنة بالعمل، بالعبادة
وبالأخلاق. الدين عبادة، الدين أخلاق، مو بس نصلي ونصوم وبس وإحنا نشذب ونعمل. ديننا دين عبادة ودين عمل. أتمنى عيالي لكم إن شاء الله كلكم فهمتوا القصة هذه، وإنتوا كذلك. ننتقل إلى الفقرة الثانية. بنرجع حق الألغاز عدل، فكروا معانا حتى انتوا اللي قاعدين التلفزيون فكروا معانا. شيء ما يقعد الا على ثلاث تستعمله الوالده، شيء يا يقعد على ثلاث، يقعد على اثنين ما يقعد يطيح. جدر. ها جدر. جدر صح. جدر واحده مني واحده مني واحده مني يقعد عليهم. صح صح. زين مريم بنت عمران شو اسم ابوها؟ ها عمران صح. طنطرمان. زين من هو ويهين؟ يقول لك ابو ويهين انت، في حد له ويهين؟ شلون يا ابو ويهين؟ نعم يعني في ويه طيب في ويه مو طيب. ممكن يعني نص وي. لا مو في نص وي، في نص وي. كلامه مضبوط. نص وي زين. نص وي يعني لا يعني يقول كلام من ساعة مني وساعة يقول لا لا يغير حكي عكس كلام الأولي. يعني يقول لك هذا فلان هاي مو عليك منها هاي شرير، وعقب يقول لا هاي سان طيب زين ما في شيء ما في شيء. هذا هو إيه هذا هو هاي بوي هاي بوي يسمونه. زين يقول لك تتقلب على ظهرك وعلى بطنك. ليش أنت تتقلب على ظهرك وعلى بطنك؟ شو شلون يعني تتقلب على ظهرك وعلى بطنك يعني؟ بعد تفضلي. ليش كله تشذب وساعات هذي وساعات تقول صدق؟ يعني لا ساعات تقول لا هذي زين، ساعات تقول لا لا هم زين، لا هذي حلو لا 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 هم حلو. شو كنت تتقلب على بطنك وظهرك؟ قول خليك مؤسيد بيا كذي كذي. زين متى يقال إذا الكلام من فضة فالسكوت من ذهب؟ متى يقال إذا الكلام من فضة السكوت من ذهب؟ تفضل. إذا الكلام عجبك بتحكي وإذا الكلام ما عجبك ما بتحكي. أحياناً تقول أنا إذا تكلمت الحين يمكن أجرح أحد ولا أغلط ولا شيء، لكن إذا ما تكلمت تكون أفضل. أو إذا تكلمت يمكن الناس تأخذ علي فكرة مزية، لكن إذا ما تكلمت يمكن أصير أحسن. أحياناً أنت هذه اللي دائما اللي اقول لكم دائما نحن ما نقول اي كلمه الا قبل ما نفكر فيها. سؤال ما جاوب الا اول افكر عشان اجاوب. صح ولا لا؟ الحين في شيء عاد مسكت، في واحد يلعب كاراتيه احسن لاعب في الكاراتيه، تشينغ 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 يقلب تشينغ بينغ تشينغ ويقلب بينغ تشينغ تشينغ ويقلب كل شيء يستعمله في جسمه إلا هذه ما يستعمله. ليش؟ فكرة 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 لا تسرع. هذه يستعمل كل شيء بين بين شق ويغلب تانج، لكن هذه ما يستخدمه. ليش؟ تفضلي. لأن إذا سويت بهذه بتنكسر لأنها واحدة بس. لا من يعرف بعد انت تفضلي. هذه ما يستخدمه، هذه ما يستخدمه، هذه ما يستخدمه، هذه ما يستخدمه،
ليش هذه ما يستخدمه؟ لأنهم بس يستعملون أربعة أصابع. لا بننتقل. تفضلي دارين. لأن هذه ما يستخدم. لأن هذه خلي يخسر. لا هذه. تفضل. لأنه يطق زلجها. لا هذه نعم. لأنه هو يلعب تي مستحيل يلعب تي. هذه. أوكي. أنت تقصد القلب؟ أي قلب هذه ما يستخدم. لأن الإبهام دب. يا دب ما حد عرف؟ آخر محاولة. يلا تفضلي. لأن يمكن هم ما يقولون يس. يس نو. هذه لأن هذه إبهامي آن ما يستخدم. فما عرفت الإجابة. قلنا لكم هاي اللغز حتى انتم يكون ما عرفتوا الاجابه، لكن يمكن الناس عرفوا الاجابه بعد. عيالي الحلوين، هذه كانت نهايه حلقتنا، ان شاء الله نلتقي معاكم في حلقه ثانيه من برنامج عيالنا. نلقاكم على خير، مع السلامه.